مش صفحة بس الميدل وير تاع الكشف الغير مركبينها في الكشف يجرب على سراج في شيء من مبيعات معينة ما يشمولهاش بسم الله نبدو عندنا اليوم ريكاب لزوج كورس عليك السلام الله الكورس اللي هو كنوس لاشينكس ليفل 1 والكورس اللي تو كملنا كنوس لاشينكس ليفل 2 بنمروا على سلايد ويمكن تطبقوا بعض الحاجات واي حد عنده اي اشكاليه في اي حاجه يقدر يسال مثلا يقدر يطلب ان ننفذوا حاجه معينه وهكذا في نهايه السيشن بنعطوا اساينمنت فيها نوع من كل اللي استعملناه عدا موضوع تكست ميجريشن سكريبت باش جربوا بروحكم وبعدين باذن الله نديروا مثلا الاسبوع الجاي مثلا لحد نديروا سيشن هنا هي ننزلوا في الكلاود وعلى اليوتيوب الحل بتاع الاساينمنت ويكونوا كملنا اول اثنين كورسات. خليني نبدا اليوم بريكاب لاول سيشن اللي جنو سيشن اكس ليفل 1 خدنا احنا بريف هيستوري في جنو سيشن لينكس اوكي كان نفكر خدنا شنو هو يونكس وعلاش درنا لينكس يعني كان في يونكس هو مولتي يوزر اوبريتنج سيستم لكن وعليكم السلام ورحمه الله وبعدين البرنامج اليونكس ما كانش كومبليتلي فري سوفتوير وكان فيه شويه مشاكل في اللايسنسينج مش مشاكل كبيره لكن كان فيه ديماند ان تكون في حاجه كومبليتلي فري سوفتوير وهكذا فلذلك طلع جنو بروجكت في 1984 باي ريتش ستولمان والهدف من المشروع كان انه يديروا اوبريتنج سيستم فولي فري سوفتوير ويستبدلوا جميع البرامج اللي نون فري اللي كانوا مضطرين يستعملوها اي مكتبه وما داروش الكيرنل اخر حاجه وفي حتى اسمه لينكس كيرنل داروا لينكس كيرنل 1991 وكان اخر جزء ما داراش الجنو بروجكت فلذلك يستعملوه مع بعضهم بس ولا عندي سيستم كامل نقدر نستعمله كومبليتلي فري سوفت اوكي علاش استعمل الجنو مع لينكس على خاطر لينكس هو اللي كمل الجنو بروجكت كان جنو بروجكت ناقص مع لينكس ولا في اوبريت سيستم في 1991 علاش نستعمل في الجنو مع لينكس على خاطر لينكس بروحه هو عباره عن كيرنل فقط ويحتاج لبرامج فميك سنس ان نستعمل الجنو بروجكت في طبعا المورال فاكتور ضروري نعرف علاش داروا الحاجات هذه اكبر فاكتور هو كان الفريدم و ريسبكت فريدم وبرايفسي وهكذا وداروا حتى لايس جديده جي بي ال فيرجن 2 وبعد طلعوا كذا فيرجن حاجه ثانيه يعني في اهداف انسانيه للمشروع هي اللي طلعت بعدين ان فيه مجموعه كبيره من لينكس ديستريز فيه مجموعه كبيره من ديستريبيوشنز ومش كلهم زي بعض والمين ونز اللي تكلمنا عليهم هما الديبيان وفي اوبونتو بيز اون ديبيان وهكذا في الريد هات وفي السبيشنز اللي قرب عليه زي سي تو اس والاوراكل وفيدورا في اوبن سوزا وفي ارش لينكس وفي الباين لينكس اللي هو فيري مينيماليست ديستريبيوشن فيه مجموعه كبيره فيه الالاف من ديستريبيوشنز مش كلهم فري سوفت وير وكل ديستريبيوشن يمكن يكون معد لغرض معين فانت تبي تشوف اما الديستريبيوشن يمشي معك اكثر من واحد في الغرض بتاعك او انك تخلي الديستريبيوشن المفضل بتاعك اللي عندك فيه خبره اكثر يمشي للغرض بتاعك انت. اختلافات بين ديستريبيوشن اهم اختلافات عندي ان في باكج مانجر باكج مانجرز مختلفين زي عندي الابت في ديبيان في فيدورا والفاميلي هذيك في دي ان اف وفي اليوم وفي عدة باكج مانجر ثانيين لكل ديستريبيوشن ضروري فيه باكج مانجر. في الاسبكت فريدم اند برايفسي تختلف من ديسترو لديسترو وطبعا تقدر تترجمها لسكيورتي لما انت عندك كومبليت فريدم ومتاكد من السوفت وير بتاعك يحترم البرايفسي بتاعك اكيد مستوى السكيورتي يكون اعلى. واختلاف ثاني عندك بريلودد بروجرامز حيكونوا في برامج بريلودد اول ما تفتح يعني باي ديفولت موجودات في الديسترو بتاعك يختلفوا من ديسترو لديسترو هذا علاش يكونوا فيه ديستروز معدات لغرض معين زي مثلا ديسترو معد لغرض ميديا وستوديوز وهيك بيكون فيه كده
حاجات تطلع فيديو ايديتنج اوديو حاجات زي كيف ديستروز ثانيات ما فيش. فلذلك تبي تختار ديسترو على حسب شو تبي او انت تنزل برامج اللي تبيها في الديسترو اللي تبيها. عندنا هنا في مجموعه كبيره من جنو تولز. اهم تولز الجنو في الجنو كوبايلر كولكشن جي سي سي، في جنو سي لايبرري جي ال ام سي هلبة برامج تبي عليها. في عندي مجموعة تكست اديتورز زي الاي ماكس زي النانو، وفي عندي الجنو كور يوتيليتيز اللي خدناهم مجموعة الكوماندز اللي هم بلتين في لينكس بتاعنا. هادو كلهم اجزاء من جنو بروجكت. طبعا كونسبت فري سوفت وير اند اوبن سورس سوفت وير ضروري ان تذكروا ان في حاجه اسمها بروبرايتري سوفت وير، يعني برامج احتكاريه ما تحترمش خصوصيه وحريه المستخدم وما يعطيكش كيف يخدم البرنامج، يعني ما تقدرش تثق فيه بالنسبه لموضوع سكيورتي والبرايفسي تاعك وغيرها من الحاجات، انك انت ما تقدرش مثلا تدير له شير لزميلك ولا حاجه زي هيك. فذاك الحين نفضل نستعملوا فري سوفت وير لان في مجموعه بروبلمز مشاكل في البرامج الاحتكاريه. ضروري نركز على السوفت وير لايسنسز، ضروري نعرف شن هي الرخصه بتاع السوفت وير اللي بنستعمله وان هي تكون ماشيه مع اغراضنا. احسن رخص هي رخص السوفت وير الترخيصات اللي تعرف بمفهوم كوبي ليفت، اللي منهم جنو جنرال بابليك لايسنس، هي زي ما تقول ستاندرد، ممكن اول رخصه طلعت تحترم في خصوصيات المستخدم على الاقل اشهر واحده من اللي قدمها، وبناء عليها داروا رخص ثانيه وداروا جايد لاينز زي الجايد لاينز بتاع ديبي فري سوفت وير، وفيهم سيتس اوف رولز شنو المفروض يصير شنو المفروض يكون عندك من حريات من خلاك الكاتب البرنامج تقدر تستعملها. هذه بالنسبة للسيشن الأولى من الكورس الأول. طبعا بعد سيشن 1 ما خديناها درنا شويه حاجات عملي على ديبيان انستليشن، درنا لها جوي ويكي. فما فيش اليوم سلايدز اللي هما داونلود ان ترستد ايمجز، انك تنزل من الموقع الاوفيشال ويب سايت بتاع ديسترو اللي تبي تنزل منها وتدير فاليديشن للايمجز عن طريق الشاسم بتاعهم، يعني تحسب الشاسم بتاعهم وتقارنها بالشاسم اللي ببلشت من الاوترز في الاوفيشال ويب سايت، كيف تدير انستليشن ميديا زي يو اس بي وهكذا، واخدنا شويه على البوت بروسيس وباكج مانجرز اللي ركزنا على الاي بي تي اللي هو نستعمل فيه في ديبي، واخدنا شويه على اللايف سيستم اللي هو سيستم تقدر تحطه في يو اس بي وتشغله لايف من غير انستليشن بورتبل، اخدنا كيف ندير لوجين ولوج اوت في ديسكتوب انفايرمنت، اخدنا على جنوم ديسكتوب اللي هو واحد من الجرافيك يوزر انترفيسز اللي available لديبيان وغيرهم، خدنا common applications اللي ينزلوا فيه، كيف ندير network configuration عن طريق جوجل، كيف نغير في الانفايرمنت بتاعها عن طريق تويكس. فنتو بنشوفوا اول سيشن في ال introduction to the terminal، اول سيشن بعد الجوجل. فعندنا سيشن خدناه يوم 30/7 سيشن نمبر 4 introduction to the terminal. عندي main عندي مجموعة كوماند نازلين زي نقول by default في الجنو سيشنكس سيستم تاعي. في عندي مجموعة كبيرة منهم مثلا اليو نيم باش نشوف اسم الكيرنل، تاريخ الكومبايليشن تاعه،
الاركتكتشر بتاع السيستم تاعي وهكذا نقدر ندير هو ماي باش يعطيني اما يوزر تو حاليا خاش التيرمينال هو تقريبا تعطيني اللوجين تو سيشنز اللي حاليا تو لوجين في السيستم اليوزر بتاعي ويتش نعطيه ويتش بعد اسم البرنامج بتاعي يعطيني برنامج وين نازل بالضبط في السيستم الاكسكيوتبل بتاع فري باش نشوف الميموري بتاعي معلومات عن الميموري والسواب الرام والسواب السيستم تاعي دي اف باش نعرض الماونتد ستورجز ونعرض معلومات عليهم زي الافيلابل وفري وهكذا وين ماونتد المكان بتاعهم واسم درايف ال اس باش نعرض الفايلز والدايركتريز اللي داخل الدايركتري اللي احنا فيه حاليا برنت دبليو دي باش نعرض ابسولوت باث بتاع الدايركتري اللي فيه في التيرمينال ميك دايركتري باش مقدرها باش ندير بيه دايركتري جديد في المكان اللي انا فيه او نعطيه مكان معين يعطي يدير فيه دايركتري في مجموعه كبيره ثانيه من كوماندز تاتش باش ندير فايل جديد من اي نوع في اي مكان في السيستم عندي في رايت اكسس اليوزر اللي انا بيه لوجد ان في ار ام باش يمسح الملفات اللي نبي نمسحهم في ار ام دايركتري باش نمسح دايركتريز وبس وقت تدير ار ام داش ار اف الفلاج ار اف باش يمسح دايركتريز هو في ام في باش ندير موف لفايل من مكان لمكان او ندير رينيم في كوبي باش ندير كوبي لفايل من مكان لمكان عندي فيه رايت اكسس طبعا تقدر تدير داش ار ودير كوبي لدايركتريز يبدا ريكورسيف يدير فيها هيد يوريني اول صفحه او اول 10 سطور تقريبا من اي فايل تكست فايل مثلا تستعمله في اللوجز مثلا او في حاجه ثانيه تيل نفس الشيء لكن بالعكس يوريني اخر صفحه او اخر 10 سطور ونقدر طبعا نحدد انا قداش سطر بنشوف هذا الهيد يحسب من اول سطر والتالي يحسب من اخر سطر فعندي الديت بيعطيني التاريخ والوقت حاليا قداش في السيستم تاعي عندي كات برنامج نعرض به محتويات تكست فايل نعرضه بالكامل من بدايه النهايه في عندي لس بيعرض لي فايل تام من بدايه النهايه لكن باجينيتد عن طريق السبيس والانتر والاسهم نقدر نتحرك يمين ويسار ونمشي الباج اللي بعدها والسطر اللي بعدها والسطر اللي قبلها وهكذا عندي ايكو باش نعرض به حاجه على الشاشه او ندير لها ريدايركشن بعدين في فايل معين باش نكتب اي تكست او اي حاجه او نتيجه كوماند واحد ثاني في عندي جريب باش نبحث به في داخل اي تكست فايل او اي تكست اوتبوت طالع من برنامج ثاني نقدر نبحث فيه عن طريق الجريب وزي ما شفنا انه ياخذ تكست سيرش وياخذ كيف معنى هذا لما تكتب الكوماند ايه كيسنس لا كلهم سمول هذا فقط ان لما كتبت البرزنتيشن لكن كلهم سمول لكن في طبعا اوبشنز في فلاجز وفي ارجيومنتس في اللي فيهم كيسنس في اللي فيهم كابيتال ليترز وهكذا تعتمد على البرنامج نفسه تبي تقرا المانوال والدوكيومنتيشن تاع البرنامج تبي تستعمله عندنا مجموعة تانية عندها مجموعة الكوماند اللي معلقة بالبروسيس في اس باش تعرض البروسيس اللي توا حاليا رنن على السيستم وفيها لها الكثير من ال arguments بي اس اي و اكس يعطيني جميع البروسيس اللي يخدم جميع اليوزرز توب يوريني البروسيس اللي يخدم في السيستم تاعي وقداش ياخذوا من سيستم ريسورسز كل باش نوقف فيها بروسيس كل اول باش توقف جميع انستنس من بروسيس معينه عندنا البي جي والاف جي باش نحط بروسيس في الباك جراوند ولا نجيبها رد الباك جراوند للفور جراوند في زب اند زب هادو مش ديفولت بروجرامز يمكن المفروض ما كانوش هنا في الاستهلاك هذا برنامج بتنزله بروحه مش تبع جنوتيز اوكي في نانو والفيم حيكون باي ديفولت عندك على الاقل واحد تكست اديتور الا اذا انت مثلا مينيماليست ديسترو زي الالباين ولا هيك يمكن ما فيش تكست اديتور بكره في المان حيعطيك مانوال لاي برنامج مثلا دير مان للنانو حيعطيني هنا المانوال بتاع النانو يفتح عن طريق برنامج لس كلير باش يدير كلير للترمينال اللي عندي ورجعني البدايه هيستوري يعرض لي الهيستوري بتاع الكوماندز اللي سيفو بتاع اليوزر بتاعك باس دبليو دي نستعمله باش نغير الباسورد بتاع اليوزر الحالي بتاعي او اي يوزر تاني كان انا روت نعطيه يوزر نيم بعد
تكتب باس دبليو دي هذا اليوزر تاعك انت، كانك انت روت دير باس دبليو دي واسم اليوزر الثاني تغير اليوزر الثاني. لما انت روت مش حيطلب منك الكرنت باس، لما انت يوزر حيطلب منك الكرنت باس. في عندي برامج يعطوني سوبر يوزر بريفليجز زي السودو، كان انا عندي سودو بريفليجز، ولا SU كان انا نبي نغير ندير لوجين از روت في السيستم تاعي. لما ندير SU داش اتش حيغير حتى الهوم دايركتوري وهيك باش نشتغلوه. سودو هو برنامج يعطيني زي ما تقول temporary root privileges باش نخدم بهم كوماند واحد. السودو هو ضروري يكون عندك البرنامج installed، ضروري يكون فيه جروب اسمه سودو، ضروري اليوزر متاعك داخل جروب سودو هيك، وبعدين تبدأ تستعمله باش تمشي كوماند as root، باش ما تقعدش ديما ما تبيش تحول as root، تبي تدير كوماند هو as root تقولي بعدين تدير سودو. لكن سو مازال أبو تولي كروت، لما دير سو وسبيس داش حيعطيني نحاول ندير لوجين از روت، وفي نفس الوقت حيحول لي الهوم دايركتوري والحاجات كلها باش انا نكون كومبليتلي از روت. في عندي تشينج اونر تشون باش نغير الاونر كيوزر وكجروب لاي فايل. عندي تشينج مود باش نغير المود نتاع البريفليجز نتاع الفايل كريد رايت اكسكيوت بالنسبه لليوزر او الجروب او الاذر اللي هما الورد. عندي الياس باش انا نحط اي كوماند، مثلا عندي كوماند طويل ولا اسم هكي مش عاجبني نقدر نغيره ولا ندير اختصار بحاجه ثانيه عن طريق الالياس. نقدر ان الياس باش نمسح اي الياس درته. نقدر ندير بايبنج عن طريق استعمال بايب باش انا نبعث الاوتبوت نتاع البرنامج اللي قبل البايب للبرنامج اللي بعد البايب. نقدر ندير ريدايركت الاوتبوت عن طريق المور ذان ساين. مور ذان ساين وحده حيدير اوبرات لفايل تام. طبعا ريدايركت اوتبوت يمكن تكون لفايل او لحاجه ثانيه، يعني بنديرها نستعملها ديما لفايل او للديب ستيشنال كان انا ما نبيهاش بكل. الون مور ذان ساين حتكون باش يدير اوبرات لفايل. دبل مور ذان ساينز حيدير ابندنج للفايل بيزيد عليه. هذه بالنسبه لي السيشن الرابعه في الكورس الاول. في عندي سيشن خامسة للكورس الأول جنوس لشنك سيفر ون. أول سلايد تتكلم عن اليوزرز والجروب. علاش عندنا مولتيبل يوزرز وات ار جروبس؟ عندنا مولتيبل يوزرز في اللينكس سيستم تاعي باش يحاكي مزايا اللي كانت موجوده في اليونكس قبل اللي هي كان مولتيبل يوزر واحده. شنو هما الجروبس؟ الجروبس هما طريقه باش نتحكم بمجموعه من اليوزرز بطريقه مور مانجد عن طريق ان ندير لهم جروبس. جروب هي تقدر اكسس للحاجه وهكذا. روت يوزر ضروري نعرف ان في يوزر اسمه روت، هذا هو السوبر يوزر، هذا هو الادمن الادمنستريتور تاع السيستم تاعي، وضروري نكون فيري كيرفول يوزن روت يوزر. اوكي كيف ندير يوزرز؟ ندير يوزرز عن طريق الاد يوزر كوماند. اوكي في كوماند ثاني اسمه يوزر اد، هنا ما فيش سبيس بيناتهم لكن هذا قديم اللي بيستعمل الاد يوزر تو. تشينجين باسوردز عن طريق الباس دبليو دي زي ما تكلمنا قبل شويه، دير اليوزر تمسح يوزرز. وتعلمنا كيف ناخذ وكيف ندير ديسبلاي اليوزرز، يمكن ندير عن طريق الباس دبليو دي فايل نفسه اللي هو موجود في الاي تي سي باش تعرض اليوزرز الموجودين. وفي نفس الفايل هو حتلقى مجموعه كبيره من سيستم يوزرز جنب اليوزرز اللي هما يوزرز بشريين مثلا، و تبي تعرف تفرق بيناتهم. طبعا اليوزرز الثانيين حيكون عندهم باسورد اوكي هذا ما عندهمش مثلا. سودو جروب زي ما قلنا بكري ان في حاجه اسمها سودو باش تعطيني temporary root privileges ندير بهم كوماند واحد. في جروب اسمه سودو هي اللي اليوزرز اللي بنحطهم فيها هم اللي عندهم سودو privileges. تمام كيف نوري جروبس؟ عن طريق كوماند جروبس، ونقدر نحدد اما يوزر باش يعطيني اليوزر هذا اما جروب خاش فيها او الجروبس اللي خاش فيهم. creating groups دير add group تحط group name. كيف تزيد users للجروبس؟ تستعمل user mode command dash a dash capital g تسمي الجروب قبل بعدين تعطيه اليوزر. هيك اليوزر هو خش بالجروب هاي، ضروري الجروب هاي تكون موجوده من قبل. كيف نحي users من جروب؟ g pass wd dash d user group اليوزر قبل الجروب هاي.
كيف تنحي الجروب، تدير ديل جروب تقريبا ما فيش سبيس هنا، وتعطي اسم الجروب طول. تقدر تستعمل فاي سودو باش تزيد تعدل في البريفليجز نتاع اليوزرز والجروبس، وحتى سودو جروب نفسها تلقى فيه كيف تعدل في مجموعه من الحاجات باستعمال فاي سودو كوماند. لما بتخدمه حيسالك شنو هو التكست اديتور اللي تبي تستعمله، حتلقى التكست اديتورز اللي انستولد عندك موجودين في الاوبشنز، وتختار واحد منهم زي نانو مثلا او فاي او ديب. هذه بالنسبه لي يوزرز والجروبس. معلش نزيدوا مثلا اكثر على موضوع اليوزرز هيك نطبقه حتى شويه، انت يكون عندك في الاساينمنت شويه على موضوع اليوزرز. بقى اوكي في الاساينمنت هنا حتى هناك على الاقل مثال هيك بس. كيف نديرك مثلا تبي انت على اليوزرز، تبي مثلا شو مثل تبي ندير يوزر جديد ونضغط باسورد اوكي مثلا على السيرفر تو نكملوا هي ونخشوا على السيرفر ونديروها ما عندكش مشكلة. تمام تمام. عندنا السيشن السادسة في الجونيستا شينك سيرفر 1 فايل اونر شيب. هاو فايل اونر شيب وركس ان جونيستا شينكس. عندك المين كوماند اللي تستعمله هو تشينج اونر، هذا باش تغير الاونر بتاع الفايل عندك كيوزر وكجروب. تشينج اون بتسال تحط اليوزر بعد تدير شريحة ثاني دير جروب وبعدين تكتب اسم الفايل او دايركتيف بالداش ار كتبت تبي ريكورسيف. تعلمنا كيف ناخذ كيف نغير الاونر شيب تاع فايل، وكيف نغير الاونر شيب تاع دايركتيف عند هذول الانترنال فايلز، وكيف نغير جروب لفايل ودايركتيف. هي نفس الطريقه انا ادير نفسها غير ما تكتبش اليوزر نيم، كنت تبي تغير الجروب فقط. تمام. الفايل بيرميشنز في جنوس سيشن اكس طبعا تبي تفرق بين الفايل اونر شيب والفايل بيرميشنز. فايل اونر شيب تشينج اونر، فايل بيرميشنز تشينج مود. اوكي تبي تغير تشينج مود اسهل حاجه انك تبي تدير فايل اكسكيوتبل بلس اكس، هذه بيدير على الجميع. تقدر طبعا خدنا بالضبط كيف تعدلها كيف ما تبي. فيه فيربال فايل بيرميشنز هم ريد رايت اكسكيوت لليوزر والجروب والادرس. الادرس هم اي حد غير اليوزر هذا ومش في الجروب. كيف تغير البرميشنز والاوكتل نمبرز يوزنج مود مثلا 7 5 0 او هكذا عندك 0 ل 7 ثلاث حاجات. واحد اللي بيكون اليوزر الاول، الثاني الجروب، والثالث الادرس. كيف نغير البرميشنز يوزنج ابريفيشنز عندك ال ريد رايت اكسكيوت اما اليو فور يوزر، او فور ادر، جي فور جروب، اي فور اول. اول معناها هما ثلاثة. هذه التيبل كان كده تبي تستعمل اوكتل نمبرز كل واحد ايش معناه باينري والفايل. باك جراوند بروسيس تقدر تستعمل اند باش الكوماند تاعك تنزل اكسكيوشن ان ذا باك جراوند، تقدر تستعمل جوبز تشوف شنو في جوبز في الباك جراوند، وتقدر تستعمل اف جي باش تجيب اخر بروسيس حذفته في الباك جراوند تجيبها قدام كان كنت تبي تحدد اي بروسيس بالضبط. جوبز حيعطيك الاي دي بتاعها دخلها بعد في جي كوماند حيردها لك. تبي تبدا باك جراوند مره ثانيه دير كنترول زي، كنترول زي هذه رننج كوماند قدامك وتحط باك جراوند بيكون ستوب. اركايفن اند كومبريشن بروجرام في جنوس سيشن اكس، هاو تو كومبريس اند ديكومبريس فايلز في جنوس سيشن اكس. عندك قبل كومبريشن تستعمل دي يو بس تدير استيميشن للفايل سايزز. دي يو تعطيه الفايل او الدايركتوري حيحاول يدير لك استيميشن قديش حجم الفايل او الدايركتوري. هو تقدر تستعمل اركايفنج سوفتوير اسمه تار، بيدير لك اركايف ان اركايف. الجزء الاول هو يدير في اركايف، الجزء الثاني هو يدير في ان اركايف لاي فايل معين عندي. طبعا اركايف مش كومبريشن، البرامج الثانية هما جي زيب وجي زيب وجي زيب هما بتاعات الكومبريشن. تار بتاع اركايف وفيه الداش ار للريكورسيف باش يدير الكومبريشن ريكورسيف لجميع الفايلز او للدايركتوري. في فرق بين جي زيب وزيب. جي زيب هو بيدير كومبريشن لكل فايل بروحه، وزيب بيدير له كومبريشن واركايف بالظبط. يعني في العاده هما جي زيب وتار يستعملوا فيه مع بعض، يعني دير انت يا دير اركايف وبعدين دير له كومبريشن، يدير كومبريشن لمجموعة من الفايلز وبعدين تحطهم كلهم في اركايف يستعملوا فيهم
هلبة حتلقى هيك بدات في تنزيل البرامج من حاجات اللي في لينكس. تمام هذه بالنسبه لي الاركايفين وهيك الاركايفين باك جراوند بروسيسز وفايل اونرشيب وفاينل فايل بروسيس سيشن نمبر 6 في جنس 61. سيشن 7 تتكلم على سكريبت اوتوميشن. اوكي تكلمنا الباش سكريبت شنو هو الباش سكريبت اذا فايل كتيني سيكونس اوف كوماندز ذا دايركت اكسكيوت باي ذا باش بروجرام لاين باي لاين. احنا زدنا رجعناها المره اللي فاتت تتفكر طبعا في شي لانج نمبر ساين واكسكلاميشن مارك وسلاش بين سلاش باش او اي برنامج ثاني تبي يخدم السكريبت هو. اخذنا الفاريبلز شنو هما كيف نعرف الفاريبل كيف نستعمله وخدنا في special variables صفر هو name اللي هو أول argument وبعدين first nine arguments اللي بعد name من واحد لتسعة تدير دولار sign وتعطيها الرقم قداش argument دولار number sign وهكذا مجموعة حزاء تقدر تعمل arguments مع بعض في list في دولار sign at تشوف exit status انت آخر process دولار sign question mark وهكذا مجموعة بلتين كمان بلتين variables special variables موجودات من قبل مش ضروري نعرفهم نستعملهم طول حيعطوني value معين. تمام في عندي command substitution command substitution allows us to take the output of a command or program اللي كان بيدير print as screen و save as a value for a variable يعني زي redirection in a way لكن انت في script هنا تخزنه في variable يعني هنا هيك حطيت command درت parentheses و dollar sign قبله وسجلته في خزنته في variable باش يقعد الvariable نستعمله بعدين. تمام طبعا تبي تعرف تفكر فرق بين لما تمشي في command تبي تنفذ ولما تبي تعرض قيمة variable. تمام هذه بالنسبة للسيشن 7 تا الكورس الأول توسيش التامنة سكريبت الأوتوماتيك بارت 2 باش سكريبت أرجيومنتس عندنا مجموعة أرجيومنتس طبعا زي ما قلنا هما في السبيشال فاريبلز موجودات من قبل دولار ساين 1 بتعطيني أول أرجيومنت بعد الاسم الفايل أو السكريبت بتاعي أول اسم أول أرجيومنت هي الاسم طبعا ضروري تستعملها فهي صفر بعدها كلهم 1 و 2 و 3 وهكذا للتسعه تقدر تحط الارجيومنتس اللي تبيهم اخر ارجيومنت اخر اكزيت كود ديما بدولار ساين كويشن مارك طبعا تقدر تحطها في اف كاتيشن ستيتمنت ولا اي حاجه تبي تديرها. هذه تيبل اوف اكزيت كودز كان كنت تطلع اي اكزيت كود ما تعرفهاش تقدر تشوف تيبلها او تدور في النت. كرون جوبز طبعا كرون جوب هي عباره على سيرفيس تخدم لي فيه الحاجات في وقت معين تخدم لي كوماند معين في وقت معين او على لما يصير سيستم بوت السيستم تاعي وهي سيرفيس تخدمها او تضيفها على الطريقة هي هي طريقة كيف تكتب كرون جوبز كرون لاينز وتوقيت وهكذا. في تيبل ثانية يكون اوضح انك تكتبها بطريقة هي عندك داي اوف ويك مانت داي اوف مانت اور مينت وما فيش اقل من مينت تكتب الكوماند بتاعك والارجمنت بتاعه وهكذا. في مجموعة سبيشال كاركترز اللي تستعمله اول باس بالفاليوز سبيسيفاي ليست سبيسيفاي رينج والستيب فاليوز سبيشال كرونز بتاع الريبوت دير له اتريبوت تستخدم بعد بوت فيك تمسح كرونز لما تستعمل كرون تاب داش اف تقدر تزيد وتمسح الزوز ومجرد تفتح الفايل في تكست اديتور بتاعك وتغير فيه زي ما تبي. هذه بالنسبة للسيشن الثامنة في الكورس الأول. طبعا كل السيشنز وكل شيء موجود في السيرفر في اللينك الأول هذيك في زوز لينكس لينكس للكورس الأول ولينك للكورس الثاني. بعدين بدأنا الكورس اللي بعده اللي هو جنوس لينكس ليفل 2
اول سيشن خدناها على التكست مانيبيوليشن من يوم 22/8 خدنا جريب اللي هي واحده من التكست مانيبيوليشن تولز. طبعا استعملناها من قبل، خدنا عده فلاكس ثانيات في المره هذه. داش سي مثلا باش يكتب لي قديش مره صارت تكرر الموضوع اللاين نفسه، وداش اي باش يدير اجنور الكيس، وغيرها من كوماندز وغيرها من الفلاكس اللي تشوفها عن طريق انك تقرا المانوال. خدنا على الاوك كوماند، وخدنا نفصل سكريبت لانجوج يمكن يعتبر معقد شويه، يوز فور مانيبيوليتنج داتا اند جنريتنج ريبورتس. أو كمان programming language requires no compiling and allows the user to use variables, numeric functions, string functions, and logical operators. لقينا هنا في basic examples في اللينك الجاي عشان نحطها في السلايد. تمام. أخذنا sort command. sort هو طبعا يرتب ال contents متاع الفايل text file بتاعي. By default alphanumeric order. اوكي بتقدر تعدل بديفولت ب اوردر الثانيات. سورت كوماند سورت فايلز اسوم ان كونتنتس ار اس كي 2 يوزن اوبشنز ان ذا سورت كوماند كان بي يوزد تو سورت نيوميريكلي. اوكي خدنا على السيت كوماند. السيت اور ستريم اديتور تيكس انبوت از ستريم اوف كاركترز اند بيرفورمز فلترنج اند تكست ترانسفورميشنز ديليت سبستيتوت اند ريبليس. هو اكثر حاجه استعمل فيها استعمل في السيت خاطر اون سبيسيفايد تكست. You can use it in a script and edit files non-interactively. Hence, the most basic purpose of the utility is the substitution of string or characters. Okay, a few examples here. I'm going to show you commands to do them. This is an example of command. This is examples on the website. This is an example of command itself. How to change the string. Put the string in the original and substitution in the original. You have the option to cut command. يتعامل مع الفايل لاين باي لاين على الكاركترز حسب ترتيب الكاركتر في اللاين. فنقدر نحط له نقول له قديش نبي كاركتر الكاركترز اللي في عمل ترتيبات هم اللي نبيهم ينعرضوا مثلا، فبنحدد له هم الكاركترز اللي نبيهم والباقي مش حيعرضه، وتقدر يمشي بالبايتس وبالكاركترز. واكتشفنا ان most cases بيكون بيعطيك نفس الـ output بالضبط على خاطر جوني يوزرز ما يدعموش في multi byte stream. اوكي thank you. هذه بالنسبة لي text manipulation session في أول session في course 10. عندي session الثانية اللي هي كانت على advanced network configuration. السلام عليكم. السلام عليكم. دنا يوم 23/8 هذه اللينك هذا الويكي بتاع ديبيان من الاوفيشال ويب سايت بتاعه، فيه لينكس لكذا مانوال ودوكيومنتيشنز تقدر تستعمله باش تتوسع معرفتك في الموضوع. عندنا جنرالي سبيكينج ثلاثة طرق لدير كونفجريشن اللي نفك بهم. عندنا الانترفيسز فايل في سلاش اتش سي سلاش انتو سلاش انترفيسز، وعندي نتورك مانجر، وعندي سيستم دي نتورك. انترفيسز كونفجريشن فايل خدينا عليه كيف نستعملوه. خدينا اوتو وش معناها، اوتو معناها بتخدم او البوت انترفيس ولا هوت بلوك بتاع يو اس بي وغيرها. وخدينا كيف نديروا ستاتيك اي بي ادرس، ونفس الشيء كان يكتب لي دي اس بي تنحي كلمه ستاتيك دي اس بي وما عادش تحتاج السطور اللي داخل. اخذنا سيستم دي نتورك دي هذا اللينك بتاع احسن لينك لقيته هي انك تلقى ذا مودرن نتورك كونفجريشن وذا جوي استعمل في سيستم دي نتورك دي. اخذنا مجموعة نتورك اوبتمايزيشن تولز هذا المسمى الرسمي بتاعهم. هذا تولز الاكثرية بتاعهم نشوف باندل وحاجات زي هيك موجودة اثنين في الليستة هي. عندنا لو ليفل نتورك كوماندز هما استعملوا فيهم هلبة اللي نعرضوا بهم في الراوتس والاي بي ادرس ومعلومات ثانية الار ليست الار تيبل يعني وغيرها من الحاجات زي البينج زي الويست تريس راوت تريس باث ام تي ار ديج مثلا وغيرها من الحاجات اي بي تيبلز تقدر تشيك الباك اب فلتر على طريق داش كابتل داش ان وغيرها تقدر تشوف الاوبن بورتس عن طريق النستات
وغيرها من حاجات بيعترف له ليفل نتورك كوماند. في اوبسوليت نتورك كوماند نتورك تولز قبل كنا نستعمل فيهم زي الاي اف كونفيج وراوت، لو تغيروا ولو عن طريق الاي بي راوت تو باكج زي بي اي دي دي ار واي بي راوت وغيره، فضروري تعرف اما هم ديبليكيتد اوبسوليت نت تولز ما عادش تستعملهم، حتى لو هم موجودين ديما المفروض تستعمل جديد. لكن فاكتوري ديستروز ما عادش موجودين زي الاي اف كونفيج. في فاير وول تولز جروب ايه موجود في الكلاود اللينك الاول او الثاني السلاش كانوا موجودين غادي. عندنا فايروال تولز مرينا عليهم بس كتعريف اي بي تيبلز الفايروال وهكذا وارك تيبلز وغيرهم من حاجات. عندنا كيف ندير السيت اب للسيستم دي دينا كيف نديروا السيت اب للسيستم دي نتورك دي عن طريق الوكي. هي تقدر تخش على instructions اعمق من هيك الكونفيجريشن فايلز جنرالي ستورد ان سلاش بي سي سلاش سيستم دي سلاش نتورك. نو ذات الكونفيجريشن فايلز كيس از امبورتنت ماتش از نوت ذا سيم از ماتش فيري كيس سنسيتيف الكونفيجريشنز بتاع السيستم دي نتورك دي. اوكي ديرها بالشكل هذا ودينس طبعا الموضوع براحه. كونكشن باوندينج ما اخذناش كيف نديروه بالضبط لكن تقدر تديره او على طريق الوكي اللينك هي باذن الله مش صعب. تبي فيزيكال سيرفر مالتيبل انترفيسز وسويتش كيبل الموضوع هو مثل ال اي سي بي ومالتيبل كونكشنز بيناتهم. دينس كونفيجريشنز في النتورك في الديبيان هذه الوكي بتاع الريزولف كوم فايل. عندك الكونفيجريشن فايل ريزولف كوم موجود في سلاش سي سلاش ريزولف كوم هذا هو اللي باي ديفولت يخدم. نحط فيه دي ان اس سيرفر اي بيز غادي باش يصير دي ان اس نيم ريزولوشن من عن طريق ديبيان بروفايز تو باكجز. طبعا في برنامج ثاني اسمه ريزولف كوم ما تتلخبطش مع مش نفس الريزولف كوم فايل. ريزولف كوم فايل يخدم باي ديفولت هذا ضروري تنزله لما تنزله ولي معاش استعمل ريزولف كوم فايل. تمام في زوز باكجز يعطوك نفس البرنامج اوبن اوبن ريزولف وريزولف كوم وزوز يبدو يتحكموا هما في ريزولف كوم فايل تقولي معاش المفروض انت تستعمله بيدك. تمام كان نزلت اوبن ريزولف تقدر تقول لانه معاش يدير شيء لما حد بيعدل في الفايل هو لما تحط ريزولف كونفيج و زيرو في الكونفيجريشن تاعها وكان ريزولف كونفيج انستول وانت تستعمل في الاي اف اب والاي اف داون للانترفيسز بتاعك تقدر تستعمل دي ان اس نيم سيرفر انتريز من الانترفيسز فايل. الانترفيس فايل دي ان اس نيم سيرفر هي ما تخدمش الا كان انا منزل ريزولف كونف ونستعمل في الاي اف اب والاي اف داون للانترفيس هذي زوز ذا بري ريكويست. يعني ننزل برنامج هوا بعدين نجي الانترفيس بتاعي ندير له اي اف داون واي اف اب وطبعا قبلها نعدل الكونفيجريشن تاعها ونتضمن الستانز بتاع الدي ان اس نيم سيرفر. ثانك يو. بعدين اخذنا ماونتنج اند بارتيشنينج ستورج 29/8 سيشن 3 في كورس جنوس شينكس ليفل 2. اختنا ان في دي اف داش اتش كوماند طبعا نستعمل فيه من قبل لكن تذكير مهم جدا. كوماند هو دي اف كوماند هو ديسبلايز انفورميشن اباوت فايل سيستم ديسك سبيس ريجز اون ذا ماونتد فايل سيستم. يعني اي فايل سيستم عندي ماونتد عندي في السيستم تاعي يعطيني انفورميشن عليه زي ديسك سبيس واليوسج وين ماونتد وغيرها من الحاجات. نعم شنو هو؟ فعلا كل دولار المفروض ذكي باي سندل. ان شاء الله لحد ينديروا سيشن تاني ينحلهم عن طريق النت في فيديو او في فايل ونعطيكم نطلقكم على الموضوع ان شاء الله. هذا بالنسبة لديو ديو استميت الفايل والدريكتري سبيس يوسج. يعني انا ندير ديو للفايل او الدريكتري ما
نعرف قداش الفايل هواي مستعمل من السبيس اللي عندي. نقدر ندير ليست للديسكس وبارتيشنز ls blk باش يدير ليست انفورميشن about all available or specified block devices. يعني اي بلوك ديفايس يمكن يلقى البرنامج راح يعرضه لي مش لازم يكون ماونتد. تمام يعني يمكن حتى ما فيش حتى فورمات تيبل بارتيشن تيبل ممكن الديسك حيطلع لي the lsblk command reads the sysfs file system and the udfdb to gather information. If the udfdb is not available or lsblk is compiled without udf support, then it will try to read labels and uuids and file system types from the block device itself. يعني هو يمكن يخدم من غير ما يعتمد على اي برنامج ثاني في السيستم. برنامج هو يعني كويس باش تطلع انفورميشن على الديسك اللي عندك. طبعا حاجه مهمه ثانيه ضروري تتفكر كيف الفرق بين تارجتنج ديسك از هول ديسك وتارجتنج بارتيشن ديسك معين. تعتمد على الرقم الاخير يعني اس دي اي مش زي اس دي اي 1. اس دي 1 البارتيشن الاول, اس دي اي الهارد ديسك كامل. لستن ديسكس اند بارتيشنز تقدر اف ديسك داش ال يخدم لما انت روت فقط ويعرض لك الديسك والبارتيشنز. وتقدر عن طريقه تدير فورمات للديسك. اف ديسك هو اصلا اسمه معناه فورمات ديسك. هو دايركت دريفن كوماند ان لينكس يوز فور كرييتنج اند مانيبيوليتنج ديسك بارتيشن تيبل. يعني هو مين يوز باش انا ندير بارتيشن تيبل ولا نعدل على اكزيستنج بارتيشن تيبل. وممكن تستعمله باش دير باش تشوف ولا يعني باش دير فيو او كريت او ديليت او تشينج او ريسايز او كوبي او موف بارتيشنز ولا هارد درايف يوزن دايركت دريفن كوماند انترفيس. طبعا اف ديسك فيه شويه شورت كومينجز, ما يدعمش اكثر من 2 تيرا بايت ل هارد ديسك او فولي معين. يمكن تستعمل بارتد لما انت تبي تدير حاجه كبيره اكثر. لست مونت ستورج ديفز تقدر مونت باش يطلع لك كل المونت ديفايسز. تقدر مونت وتفلترها عن طريق جريب باش يعطيك الديفايس هو مثلا معلومات عليه. مونت كوماند سيكشن اوبريت سيستم تو اتاتش فايل سيستم ان سبيسيفاي دايركتلي. طبعا مونت نقدر نستعمله باش ندير مونتينج ل ديفايس معين في مكان معين في الفايل سيستم تاعي. You can mount a file or directory if you have access to the file or directory being mounted and write permissions for the mount point. يعني ممكن بندير في mount ضروري عندي write permissions وضروري عندي read access للفايل اللي بندير له mount. Unmounted storage diffs very easy. ندير له unmount نعطيه diff الاسم الdiff slash diff slash اسم الdiff. أو نقدر نستعمل directory نفسها اللي هو mounted فيه. تمام. في عندنا partition tables و partitions والformatting بتاعها. تقدر لما بدير partitioning بدير target ال whole disk زي ما قلنا SDA مش SDA 1 مثلا. لو انت بدير target ال SDA او في العادة مش حتارجت ال SDA بكل, لانه في العادة هو بتاع اللي فيه system root بتاعك. تقدر if disk slash diff slash اسم device باش تدير new partitioning table لل device هو. وزي ما قلنا هو direct driven يعني بيسألك شو تدير. لما تعطيه بي بيعطيك البارتيشن تيبل كيف شكلها حاليا. لما بدير ام بيقول لك بيعطيك الهيلب تكست بتاع البرنامج بيساعدك في الاستعمال بتاعك. لما تبي تدير بارتيشن تيبل جديده تعطيه جي يديرها من نوع جي بي تي اللي هو نوع اللي اجدد ويدعم فايل سايز اكبر. لما تعطيه ان باش تدير بارتيشن جديده وحيسألك هو عن طريق دايركت دريفن ديزاين تاع حيسألك ايش كوبر بارتيشن منين يبدا وين يتم وهكذا. كان دير انتر 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 بيعطيك سايز نتاع الفري سبيس كورنت. لما تكمل طبعا هو ما كتب شيء لين دير ما يكتب شيء لين دير دبليو في الاخير تتاكد انت اللي قدرت متاكد منه وتدير دبليو يكتب. هيك يدير انت بارتيشن تيبل وتقسم بارتيشن. الفورماتنج بدير تارجت للبارتيشن نفسه. طبعا هنا بدير تارجت للهول ديسك. لما تستعمل اف ديسك او بارتيشن باش دير البارتيشن ليست بارتيشن تيبل وبارتيشن. لكن لما بدير فورماتنج للبارتيشن بتستعمل بدير تارجتين للاكزاكت بارتيشن يعني بالرقم بتاعك مثلا اس دي 2 اس دي بي 5 اس دي
بدير اب تنستول هذه كان كده تبي تنزل اكس فات اكسبورت بديرها يعني كان كده ما تبيش مش لازم تديرها اكتيفيتي فايل سيستم تديرهم فورمات عن طريق ميك فايل سيستم دوت اسم الفورمات يعني نيم ميك فايل سيستم دوت اكس تي 4 بفرمتها بديرها فورمات عن طريق استعمال فورمات اكس تي 4 كان يعني مثلا مكفس دوت اكس فات هاي حديرة نوع اكس فات الفورمات تمام مثلا عندنا هذا الاكسامبلز اكس فات اكس تي 4 في غيره وتقدر تزيد ليبل البارتيشن هو عن طريق داش ان داش ان وتعطيه الليبل بتاعها شنو هي طبعا لما نكمل كوماند تايب الاخير ضروري ديفايس شنو هو سلاش ديف سلاش مثلا اس دي بي 5 ضروري دير تعطيه اكزاكت بارتيشن برقم اوكي كيف ندير ماونت ستورج زي دايركتوري عندي في العاده هيستوريكلي سبيكينج ديما الماونت ستورج نحط فيهم في سلاش ام ان تي او سلاش ميديا تقدر تحطه في اي مكان تبي بس دير الماونت احسن تكون روت او تستعمل سودو كوماند ودير ماونت تعطيه اسم الديفايس وين بالضبط الفايل بتاع الديفايس هو وبعدين تعطيه الدايركتوري اللي تبي يكون ماونت عليه الطريقة هاي دير ماونت للبارتيشن يمكن معين في السيستم تاعك دير ليست دايركتوريز باي سبيس يوز في برنامج اسمه NCDU كويس في عرض لما تبي تكتشف اما اكبر فايل في السيستم تاعك لما عندك انت معاش عندك سبيس وتبي تعرف اما اكبر فايل يستعمل في سبيس عندك دير برنامج NCDU وتعطيه الابسولوت باث بتاع الحاجه اللي تبي تشوف الفايلز والدايركتورز اللي فيها وشنو اكثر حاجه تستعمل فمثلا لما نعطيه NCDU سلاش بيعرض لي الروت دايركتوري شنو فصلها وبيبدا مرتب من اكبر الى اصغر نقدر نمشي يمين ويسار وكيف البرنامج هو لما نمشي يمين نخش داخل الدايركتوري اكثر يوريني من جديد من اكبر الى اصغر الفايلز والدايركتورز اللي داخل بروفايز كونفينينت واي تو ريفيو فايلز اند ديسك سبيس بين يوزر اند سيستم اوكي اوتومات بارتيشن ات بوت كان هنا بندير ماونت لبارتيشن من بوت نجي نقدر نعدل في الاف ستاب فايل طبعا تقدر تدير حتى كرون جاب فيها ماونت كوماند لكن تقدر تدير حتى هذه وتقدر يعني ممكن في حتى طرق ثانيه فنجي نستعمل فايبر تكس اديتور بتاعي نخش على سلاش تي سي سلاش اف ستاب ونعدل في البارتيشن نديروا ماونت اون بوت حيكون في لينكس سيستمز فايل سيستم تيبل الستاب از كونفيجريشن تيبل ديزاين تو ايز ذا بيرن اوف مونتن ان انمونت فايل سيستم تو ماشين هتلقى المونت سيستم اللي يديروا مونت في الديفولت غادي منهم الروت دايركتوري تاك الروت بارتيشن تاك وطبعا ما تبيش تغلط لما تغير في الستاب كان هذا مش حيخدم السيستم تاك في حاجه اسمها يونيك يونيفرسال يونيك ايدنتيفاير في برامج تستعمل فيهم زي البي ال كي هادي تستعمل بس تحصل ال يونيفرسال يونيك ايدنتيفاير بي ال كي هادي كوماند لازم تسبلاي انفورميشن اباوت افيلبل بلوك ديفايس ويستعمل في ال يو اي يوز اوكي هذه كانت السيشن الثالثة في ال ليفل 2 السيشن الرابعة كانت على السيرفيسز والاسيتش خدنا شنو هي السيرفيسز هذا لينك لسيستم دي سيرفيسز في ويكي وخدنا انا ضروري تخدم سيرفيس باش تخدم حتى كان نزلتها مرات هي ما تكون ستارت بعد يفضل ضروري دير ستارت ومرات واحيانا كبيرة يعني في 90% من الوقت تحتاج دير ريستارت السيرفيس بتاعك باش دير ريلود الكونفيجريشنز كان كنت غيرت الكونفيجريشنز بتاعك خدنا فكرة على الـ NetD والسيستم دي والفرق بيناتهم NetD كان يسام فيه قبل أكثر فصله مجموعة Service Files يسام فيهم كسكريبت وتقدر تعطيهم من Arguments طول يعني تستعمل سكريبت ذاك وتعطيه هو Enable Disable وهكذا تو ولد More Centralized ديما تستعمل System Style بالطريقة هذه System Style وتعطيه الكوماند شنو هو قبل بعدين تعطيه اسم السيرفيس اللي تبي تستهدفها بالكوماند بتاعك لكن كنت مازلت تستعمل في الند دي تستعملها بطريقة زي ما قلنا تعطي السيرفيس تستعملها كسكريبت وتعطيها مواقع
ارت. بعدين اخذنا على الستش كيف نستعمل الستش هذه ويكي ديبيان فيري يوسفول على الستش من اوفيشال ويكي ديبيان. كان كنت الستش سيرفر ما عندكش تستعمل هو الكوماند باش تنزل العاده الستش كلاينت اوبن الستش كلاينت نزل فيه كتريت الدستروز اللي يمكن تستعملها في لينكس. لكن الستش سيرفر يمكن تستعملها بروح. اخذنا ان في جود براكتسز بالستش سيرفر ضروري دير ابديتس سكيورتي ابديتس as soon as possible which allows to protect against known security holes. ضروري تخدم الكي اوثنتيكيشن اونلي وتطفي الباسورد اوثنتيكيشن. وممكن تستعمل برامج زي فيت وبان باش يدير لوج لل اكسس اتمبتس للستش بتاعك ويدير بان ل سيرتن اكتس عن طريق اي بي ادريسز وغيره. في المزيد من جود براكتسز في اللينك هي lackof.org/togard/hackers/stitch تلقى جود سكيورتي براكتسز فور الستش. في كوماند اوبشنز الثانية تقدر تعدل /c/ssh/sshd_config بس غير بارامترز وبعدين دير ريستارت للسيرفر بالسيستم ctl دير سيستم ctl ريستارت ssh. تبي تسكر الباسورد اوثنتيكيشن دير الباسورد اوثنتيكيشن نو في الكونفيجريشن تاعهم دير الان كومنت يبدا يس بتغير نو بتسيف وتطلع دير ريستارت ssh تمشي. نفس الشيء للبرميت روت لوجن تبي تدير نو باش الروت ما يقدرش يدير لوجن في ssh وباش ما حدش يقدر يجرب عليه. Only allow login by certain users or groups. تستعمل allow users والallow groups بس تخلي users معينين يقدروا يخشوا يدير login عن طريق الستش وباقيين ما يقدروش عن طريق تستعمل instances هما في configuration file نفسه. Public key authentication في هي link لي tutorial لقيتها حسيتها أسهل tutorial digital ocean كيف تدير setup للستش key و debian 11 تمشي على debian 10 و debian 12 و نفس الوقت بتعدل نفس الفايل نفس الفايل كنا عاملينه. اخذنا كوماند الستش كي جن تبع الاوبن الستش كلاينت باش تدير كريبتوغرافيك ايدنتيتي لنفسك في الجهاز اللي تبي تستعمله كلاينت للستش. فبتستعمل كوماند هو تضربه زي ما هو حيدير 3072 بت ار اس اي كي بير. لكن تقدر تزيد تعطيه فلاج داش بي وتحدد له حجم الكي اللي تبي 4096 more considered more secure than 3072. تمام حيكون dialog driven command حيقول كنت بتخزن الكي بتاعك انت مرات عندك اكتر من كريبتوغرافيك ايدنتيتي تقدر تستعمل. كيف تدير كوبي للستش كي للسيرفر تقدر تستعمل برنامج اسمه ستش كوبي اي دي تدير مثلا بيه لوجين عن طريق الباسورد قبل تسكر الباسورد اوثنتيكيشن باش تحط الكي بتاعك في السيرفر وبعدين تسكر الباسورد اوثنتيكيشن وتبدا تستعمل الكي الجديد بتاعك. تقول هاي included by default many operating systems بالعادة تجي مع open ssh client package و so you may have it available on your system. For this method to work you must already have the password based ssh access to your server. ضروري تاوريدي عندك access للسيرفر كده تستعمل كوماند هو. في وي تانية تقدر كان كنت حتى فهي عندك انت access للسيرفر يعني عن طريق الكيز يعني عن طريق الباسورد تعطيك كوماند هو حي يستعمل كات باش يعرف التكست فايل هو اللي فصل البابليك كي بتاعك وبيديله بايبنج للستش هو للستش كوماند. الستش كوماند يدير كوماند في ريموت هوست بيفتح دايركتري جديد اسمه الستش في الهوم دايركتري بتاع اليوزر هو وبيفتح فيه فايل جديد اسمه اوثرايزد كي وبعدين بيغير المود بتاعه اللي بيعطي الجروب والادرس ما عندهمش فيه اي اكسس بيديرها ريكورسيفلي على الدايركتري هو دايركتري دوت ستش بتخش عليها ريكورسيفلي بيغير جميع الفايلز ان الجو والادر ما يقدروا يديروا شيء الجروب والادرس ما يقدروا يديروا شيء اليوزر فقط. وبعدين بيدير في الاخير بيدير بايب لهذا كله في الكات وبيكتب الاوتبوت بتاعه في الاوثرايزد كي. طبعا هنا append مش override كان انت عندك authorize key من قبل تمام لان التاتش كوماند مش حيدير فايل جديد كان هو موجود من قبل وهكذا ومقدر نفس الشيء فهي الواي تعتبر سيف كان انت كنت عندك كيز من قبل لنفس اليوزر. طبعا كل يوزر بدي لايك بروحك كنت تخش بيوزر تاني بنفس الكي تمام. بالنسبة للاسج
اعطي البوزيشن 5. اوكي يوم 6/9 خذينا نتورك ستورج بوزيشن 5 في جنوس لينكس ليفل 2 كورس. اوكي خذينا ديفينيشن اوف نتورك ستورج. نتورك ستورج از سبيشال تايب اوف ديديكيتد داتا ستورج سيل انكلودز ستورج ديفايسز ساتش از كود بي اني ثينج ديسك اراي سي دي 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 درايف tape drives or removable storage media and embedded system software that provides cross-platform file sharing capabilities. يعني يمكن عندك clients مش لينكس بس يمكن حتى ويندوز او اي حاجه ثانيه. اوكي هذه ريمايندر للداتا سايزز ان في حاجات اكبر من تيرابايت في بيتا بايت وكسا بايت وزيتا بايت وبيوتا بايت. file systems used for network storage. طبعا عندي مجموعه file systems ينصح بهم لاستعمال نتورك ستورج. هم يدعموا في حجم اكبر من الفايل سيستم الثانيه منهم زي اف اس بي تي ار اف اس والاي اكس تي 4. اي اكس تي 4 اكثر حاجه استعمل فيها احنا في لينكس. يعني كتير تستعمل حاجه ثانيه. في انواع من نتورك ستورج. في السكيور فايل ترانسفير بروتوكول اس اف تي بي اللي هو نتورك بروتوكول فور اكسس ان transfer and manage large files يخدم over SSH. تستعمل over SSH البروتوكول هو باش تدير انت بتقول mounted storage معينة في السيستم تاعك من سيرفر. وهذه لينك لتوتوريال كيف تستعمل SSH بس to mount file system remotely over SSH. عندنا تايب ثانيات NFS طبعا حين زوز برنامج عملي SFTP ولا NFS. NFS or Network File System is a distributed file system protocol that allows you to mount remote directories on your server. This allows you to manage storage space in a different location and write to that space from multiple clients. يعني أنا عندي مكان معين, space معين, partition معين, data mount في مكان معين, نقدر ندير mount في مكان تاني عن طريق NFS. يعني يمكن يكونوا عندي clients, يمكن يكونوا هم servers, ويمكن عندي multiple fronts لنفس software كلهم يكتبوا ويقروا بنفس المكان او اي حاجه من هذا, او يمكن يكون في مكان عمل او حاجه زي هي. تستعمل انفس نتورك ستورج يعتبر جود سوليوشن, لكن يمكن ما يكونش سكيور هلبا. يعني يمكن تستعمل احسن حاجه في سكيور نتورك في داتا سنتر او حاجه زي هي. فين سامبا هو كان تبي انت تدير سيرف لويندوز كلاينتس. سامبا باي ديفولت يخدم في ويندوز. انت تقدر تنزل سامبا من هنا اللي هو سامبا فري اوبن سورس امبلمنتيشن او ذا سي اي اف اس فايل شير بروتوكول اللي هو مايكروسوفت استعمل فيه. فتقدر تستعمل السامبا اللي هو يخدم مع لينكس والفري بي اس دي وادر يونكس فيرينتس باش تدير سيرف ل نتورك ستورج لكلاينتس يكونوا ويندوز. في عندي لينكس ثانية لهم علاقة بالستورج ان جنرال مش بس نتورك ستورج. في من ديجيتال اوشن, في من اوفيشال ديبين ويب سايت ويكي, وفي من راوتر سويتش تايبس اوف نتورك ستورج. ثانك يو. هذه كانت سيشن 5 من الكورس الثاني. من السيشن السادسة تكلمت على لينكس فايروالز. اوكي قلنا فاير وول شنو هو؟ هو عباره عن نتورك سكيورتي ديفايس يدير في مونيتورنج الانكومينج والاوت جوينج نتورك ترافيك. يعني يشوف شنو هي النتورك اللي خاشه واللي طالعه من الجهاز بتاعك ويقرر هل بيخليها تخطب ولا بيديرها بلوك الترافيك هذا بناء على شنو؟ بناء على سيت اوف سكيورتي رولز انت بتحطها بفور هاند. اوكي فاير وول طبعا هم الفيرست لاين ديفنس نتورك وهكذا. فاير وول ممكن يكون هاردوير سوفتوير او سوفتوير از سيرفيس public cloud or private cloud. اوكي فايروالز تيجي تقرا على الفايروالز من ويكي اوفيشال ديبن ويكي ويكي ديبن اورج سلاش فايروالز. تيجي تقرا عليها مثلا من سيسكو ويب سايت يتكلم عليه وات از فايروال. تايبس اوف فايروالز في فايروالز اللي هما بروكسي فايروالز, في ستيت فول انسبكشن فايروالز, في عدة أنواع جديدة من الفايروز الأربعة الأخيرة اللي هما إحنا أخذنا بس ستيتفول تمام زي الـ IP tables زي الـ UW SPI firewalls. SPI firewalls is a type of firewall that is context aware. في فرق بين context و content. context من برا نقول الميتا داتا تاع الموضوع
مش الكونتنت الداخلية تبعك. في حاجة في أنواع تانية من فاروز تشوف الكونتنت نفسه. إحنا دي منشوف الكونتكست يعني في الإسبوع فاروز اللي تضم UFW ولا IP tables وهكذا. IP tables خلنا عليه إنه هو standard firewall included in most distributions by default. Command line interface the kernel level net filter hooks that can be manipulate the Linux network stack. It works by matching each bad packet that crosses the network interface against a set of rules to decide what to do. في عندي ويكي من official Debian website wiki.debian.org/iptables مش نقرا على iptables. وعندي لينك تاني هنا من medium.com article على iptables tutorials beginner to advanced guide to Linux firewall. iptables خلينا ان فيها 4 default tables. الفلتر تيبل هي اللي مركزين عليها احنا كل حاجه, لكن في تيبل ثانيه تقدر تديرها عن طريقها حاجات زي النات والمانجر. فلتر تشينز في في تيبلز في مجموعه تشينز في كل حاجه احنا مركزين على الفلتر. الفلتر فيه ثلاثه تشينز انبوت واوتبوت وفورورد. فورورد هيك انا كمبيوتر ثاني اعطاني باكت يبيني اوصل له بس كمبيوتر ثاني, والانبوت والاوتبوت هذا اللي خاصه اللي طالع من المشين تاعي كجرافيك. في تشينز ثانيات الناتينج بوست فري راوتينج بوست راوتينج يعني قبل لا يقرر وين ببيتها بعد يقرر بعد ببيتها وهكذا. وفي رول مانجر احنا مش خاشين فيهم هلبا, احنا مركزين على الفلتر فقط. عندك تارجتس في نهاية اللاين بتاعك تبي تختار شو تبي تدير الرول بتاعك. رول هي ماتش, لو هي ماتش شو تبي تدير, تبي تديرها ريجكت يعني بتدير ريسيف بتدير ريجكت وبتبعت اللي بعتها ان انت درتها ريجكت. في دروب بتدير دروب من غير ما تبعت اي اكنولجمنت. وفي اكسبت انك انت ماشي حالك معها هي تبيها تختم النتورك بتاعك. وفي عندي ريتورن انا تبي تبعت ترد الباكت للاوريجينيتنج تشينج بس تدير ماتش لرول ثاني. اخذنا على اليو اف دبليو. يو اف دبليو ان كومبليكيتد فاير وول از بروجرام تو مانج نت فلتر فاير وول ديزاين تو بي ايزي تو يوز. يعني هذا زي ما نقول لير اون توب اوف اي بي تيبلز باش يكون اسهل استعماله ويمكن يعطيك بيرسيستنس طول. طبعا اي بي تيبلز تبي تنزلها بيرسيستنس تيبل ويعتبر تبي تنزلها بيرسيستنس باكج ويعتبر معقد شوي بالذات كان جديد على اي بي تيبلز. فنحن نستعمل في اليو اف دبليو احسن بالذات في ديبيان ديستروز. دعمها كويس ميد تو بي يوز تو يوز, لكن تقدر بيه اقل حاجات مستعمله اي بي تيبلز نفسها. يعني مين اللي يستعمل فيه الفلتر فقط. هذه اللينك اللي تفتح بها الويكي بتاع الكومبليكيت فاير وول يو دبليو من الاوفيشال دي بي نفسه. جيز ا كوماند لاين انترفيس كونسيستنت اوف سمول نمبر اوف سمبل كوماندز اند يوز اي بي تيبلز كونفيجريشن. يعني انا نستعمل في يو دبليو باش يدير كونفيجريشن للاي بي تيبلز بالنيابه عن استصعبته. هذا اسهل عندي فقلت لك, لكن من بيش لي بي كل شيء نزلت بطريقة هي apt install ufw. طبعا هذه سيرفيس فضروري بنتخدمها ودير لها enable كيف انت تبيها تخدم. تمام كيف نستعملها؟ في احد في بعدة commands خدم عليها كلهم. طبعا status disable enable reset طبعا بعد ما تخدمها من system steer بعدها تبدأ تستعمل فيها. اوكي تقدر تعدل في الكونفجريشن بتاعها عن طريق النانو ويعني في الكونفجريشن فايل بتاع /etc/default/ufw. وتقدر تشوف في مجموعة من الكونفجريشن فايلز تانيات /etc/ufw/اي حاجة اما اللي يفصل كلهم كونفجريشن فايلز. احنا ما استعملناهمش واستعملنا الكوماندز بتاع اليو اف دبليو تول. تمام اول حاجة تبي تديرها طبعا لما بتعدل في لما تنزل يو دبليو جديد تبي تشوف الديفولت بوليسي بتاعك بالنسبة للانكومن والاوتكومن. في العادة الطبيعي ان الديفولت في الانكومن هو ديناي والديفولت في الاوتكومن هو هلو. وبعدها تقدر تقبل او ترفض من اي بي معين, حاول يخش عليه بورت معين وهكذا. طبعا تقدر بالعكس انه من يعني يتعدل في الاوتكومن فلتر فيه كانت تبي. النهاية بعد ما تحط الروت نتاعك بدير status ولا status number. status number أنا في العادة ندير status number لما نبي نمسح بس يعطيني نمسح بالرقم أسهل لي. تدير حتى delete وتكتب الروت نتاعك كامل كان تكتب. في other firewall software زي NF tables زي firewall دي. في firewall distros كامل هو على firewall.
في ليف بروجكت باي او اس اندي فايروول وموست فيمس فور بي اف سنس، معناه هو مش بيز لينكس، ما يستعملش في لينكس بكل الايمج بتاعي جي بي جي في اب في اوبن بي اس دي، لكن فيري وورث منشن فري اوبن سورس فايروول اند راوتر. It allows features, unified threat management, load balancing, multi-WAN, and more. Okay, as mentioned, Linux firewalls, session number 6, to be session 7. Are you securing Linux system? طبعا هي تتكلم عليها مجموعة good practices تستعملهم. واحدة منهم إنه ضروري تكون up to date بالسوفتوير بتاعك. ديما يكون up to date باش انت تتجنب مجموعة vulnerabilities يمكن يطلع مع الوقت. ضروري تحمي البايس بتاعك، ضروري تغير تديرها باسورد، ضروري تسكر او تغير ديفولت باسورد كان عندك انت ويب سيرفر للبايس بتاعك، ضروري متسكر البوتنج من external media devices زي USB وغيره وهكذا. هارد ديسك انكريبشن، ضروري تستعمل دير انكريبشن للهارد ديسك بتاعك في لينكس باش السيستم بتاعك يبدا محمي ضد مثلا السرقة وضد ان حد يحصل مثلا ايمج للسيستم درايف بتاعك وغيره. يعني هارد ديسك انكريبشن يعتبر ديفنس كويس لما تستعمل باسورد كويس. تبي تشفر جميع انواع داتا كوميونيكيشن بينك انت والسيرفر في عدة طرق باش تدير هيك، علاش حين تشفر فيها؟ على خاطر جميع الداتا اللي ترانسميتد اوفر نتورك يمكن اي حد يشوفها، يمكن يغير فيها، ويمكن يدير هايجاك السيشن بتاعك. فذلك ضروري من ندير انكريبشن للداتا بالباسوردز او الكيز، والكيز دائما احسن من الباسوردز. في عندي مجموعه برامج نقدر نستعملهم باش نشفر الكوميونيكيشن بتاعي، منهم اس تي بي واس اس اتش وار سينك واس اف تي بي، عمال الفايل ترانسفيرز وكوماندز وغيرهم من الحاجات. يعني اس اتش كوماند كبير جدا، تقدر تدير عن طريق مونت ستورجز، تقدر تدير تانلينج يعني تفتح بورت بينك انت والسيرفر او العكس وغيرها من الحاجات. يعني يكون انكريبتد كويس، تقدر تستعمله اوفر الانترنت. عندك جنوب برايفسي جارد بس تشفر به او تدير سيجنتشر ديجيتال سيجنتشر كريبتوغرافيك سيجنتشر لفايل او مسج معينه او حاجه زي هذه كويس باش تدير انكريبشن او ساين للداتا كوميونيكيشن تاعك. فيه فيرستايل كي مانجمنت سيستم از ويل از اكسس مودلز فور اول كايندز اوف بابليك كي دايركتوريز. اوكي، جنو برايفسي جارد ضروري تعرف تستعمله. في عندي اوبن في بي ان، كان نبي نفتح في بي ان يكون انكريبتد ويحل لي بعض المشاكل لما نبي نستعمل برامج مثلا مش سكيور هالبا، فيمكن نستعمل مثلا السيتش او اوبن في بي ان بس نستعمل برامج مش هذيك سكيورتي اوفر ذا انترنت مثلا. It's a cost effective lightweight still VPN. Another option is to try out Tink that uses tunneling and encryption to create a secure private network between hosts on the internet or private secure. لا طبعا مش ضروري عندك انترنت، يمكن تكون في شبكة كبيرة شوية مش انترنت. مرة تانية ضروري ندير ضروري ما نستعملش برامج هي طول برامج اللي هي مش سكيور زي الاف تي بي والترنت والار لوجين والار ريسيرش سيرفيسز في لينكس، لان هما كونسيدر ان سكيور يوز انكريبشن ترانسفير فايلز اند كوميونيكيشن بلين تكست. يعني هو ممنوع نستعمل برامج هي، نستعمل برامج اللي كنا في السايد قبلها انستد. باك ابس، المفروض عندك باك اب للسيستم بتاعك، تدير باك اب في مكان يكون اوف سايد بس تدير بيه للديزاستر ريكفري بعدين. باك ابس فيري امبورتنت. تبي تدير لوك للبوت دايركتوري بتاعك في الاف ستاب فايل بتاعك يكون ريد اونلي فقط البوت دايركتوري باش ما حدش يقدر يغير في البوت فايلز بتاع السيستم بتاعك. تفضل. ديسيبل يو اس بي ستورج، يمكن انت على حسب حاجتك تبي تدير ديسيبل يو اس بي ستورج في سيرفر او حتى الديسك بتاعك كانك تبي، تقدر تديرها باش
يعني باش تدير هذه ضروري دير بلاك ليستينغ او احد الطرق اللي تديرها دير بلاك ليستينغ للدرايفر نفسه اللي يخدم في اليو اس بي ستورج. بالنسبه للديبيان درايفر هو اسمه يو اس بي اند سكور ستورج، او ما ديره بلاك ليستينغ معاش يخدم الدرايفر هو، فمعاش تقدر تخدم يو اس بي ستورج. لكن في نفس الوقت ما يديرش على اليو اس بي كيبل الماوس، تقدر تشك الانستول باكجز ضروري مدير ليست الباكجز نتاعك اللي نزلت عندك عن طريق الباكج مانجر او عن طريق اي برنامج ثاني استخدمتها باش تنزل البرنامج نتاعك. ضروري تعرف انت شنو نازل عندك في السيستم نتاعك وتنحي اي حاجه مش ضروريه، وضروري تكون فيري ستريكت كانك انت الهوست نتاعك يخدم كسيرفر، لان السيرفر يزيد اقل من مجموعه من البرامج في السيرفيسز انستول باش يخدم بطريقه احسن وباش تنقص الاتاك فيكتور اللي يمكن اتاكر يستعمله ضدك. يعني كل ما يكون اصغر اتاك فيكتور بتاعك كل ما احسن ليك، يعني انت تستعمل في سيرفيس او اثنين يعني كما فيهم في مابرابيلتي انت امورك تمام، يعني احسن من انت تستعمل في 20 سيرفيس ممكن تكون مش محتاجة وحاجة، فتبقى تنظف ايش عندك من باكجز وسيرفيسز. نفس الشيء ضروري تشوف شن عندك اوبن بورتس بارك انت ما في حاجة فاتت عليك، ضروري تشوف شن عندك من بورتس مفتوحين تستعمل كوماند هما باش تعرف شنو في بورتس ويمشي على الانكامينج والاوت جوينج. كان في اوت جوينج كونكتر تسيرفس بورت في سيرفر برا، وعلى اللي حسب الفلاجز نتاعك تتحكم انت بشنو يطلع لك لما تستخدم في النت سيت كوماند. السيتش از سكيور بس يو شود هاردن ذا سيرفيس از ويل، يعني ضروري هنا ندير لها هاردنينغ للسيتش، وكان انا مش محتاجها ندير لها ديسيبل للسيتش، كان انا مثلا بخش بكونسل او بطريقه ثانيه او مش محتاجها مؤقتا او حاجه زي هذه، او انا نحتاج فيها مؤقتا احيانا نكون خدمها عن طريق الكونسل وانت فيها باقي الاحيان او حاجه زي، لكن كنت تبي تستعملها وتبي تخليها دي موالعه ضروري من تغير الكونفجريشن تاع السيتش، حتى ما تبيش تجهز دي موالعه ضروري تغير الكونفجريشن تاع السيتش. مثلا واحده من الحاجات تقدر تغير البورت نمبر من 22 لحاجه ثانيه، المفروض الأحسن يكون برا من 1023 بورت الأولاد اللي هم النون بورت. تبي تتأكد إن الروت ما يقدرش يخش ريموتلي عن طريق السيتش، ضروري تدير برميت له تلوج إن نو، ضروري تخلي فقط اليوزرز اللي تبيهم يخشوا عن طريق السيتش عن طريق استعمال ألاو يوزر ستانزا، تعطي اليوزر نيم بتاع اليوزر أو اليوزرز اللي تبيهم يقدروا يخشوا تفضل اللي يقدروا يخشوا عن طريق السيتش. اللينكس يوزر اكاونت سترونج باسورد بوليسي، تستعمل اليوزر اد واليوزر مود باش تدير يوزرز وتضيفهم لجروبس معينه، ضروري تتاكد ان عندك جود سترونج باسورد بوليسي. فور اكزامبل ا جود باسورد انكلودز ات ليست 8 كاركترز اند ميكشر اوف الفابيتس نمبرز سبيشال كاركترز ابر اند لوور الفابيتس اتسيترا. موست امبورتنتلي بيك ا باسورد ذات يو كان ريمبر، يعني باسورد المفروض ما يكتبهاش في اي مكان ونتفكره في دماغي بروحي. Disable unwanted Linux services. ضروري تسكر أي services ما تحتاجهمش، أي daemons services. The services that run in the background. تفجر firewall وتفلتر unwanted traffic. زي ما شفنا في السيشن قبلها، ضروري تدير firewall باش يدير فلتر للترافيك. ودير علاه فقط للترافيك اللي هي ضرورية للسيستم تاعي باش يخدم يؤدي الغرض اللي أنا نبيه منه. ضروري يدير تدرب على principle of least privilege، يعني ان انا اي حاجة كيوزر او كسيرفيس او بروسس عندي ضروري نعطيه اقل privileges ممكنة باش ينفذ هو المهمة بتاعها فقط ومن غير اي حاجة زايدة. ضروري ندير secure و monitoring للnetwork activity بتاعي، ضروري ان نشوف شن عندي كصاير في النتورك سواء انا شخصيا او عن طريق software او حاجة زايدة اي solution، ضروري نعرف سلسائل لما في حاجة غريبة ضروري نحقق فيها، وضروري نتعامل مع أي vulnerabilities أو threats أو أي potential إن حاجة تصير في السيستم تاعي عن طريق النتورك. ضروري ننقص من السوفتوير footprint بتاعي، ضروري ننزل فقط السوفتوير اللي هو ضروري لأي given system، وأي حاجة مش ضرورية أو ما نستعملهاش هنا بتكبر لي security risk وتنشأ threat vectors، يعني في خطر أكبر لما نحط في حاجات مش نستعملها أكبر. وضروري ننظف السيستم بتاعي كسيرفيسز وكبروسيسز وجميع مع السوفتوير.
ضروري نقعد up to date بالسكيورتي براكتسز والنيوز. هذو لينكس حطيتهم هنا وتقدر تشوف فيهم البرامج الجديدة اللي تنزل وبعض الأخبار زي اللي في النهاية سكريت دوت كوم. وتقدر تشيك دير تشيك في مجموعة كبيرة من الفورمز والسوشيال ميديا سايتس. في ناس تدير في بوست من سكيورتي ريسيرشز وديفلوبرز وغيرهم. فا كويس إنك أنت تدير فولو للحاجة هاي باش تعرف شو صاير. وزدت نوت أخيرة هنا من هنا always read about the best security practices for your situation. يعني أنت يمكن مخدم سيرفر لسيتويشن معين وتبي تقرأ على كيف تحسن security بالنسبة لسيتويشن معين هذا وتقدر تحسن السيستم بتاعك أكثر. ضروري تقدر تقرأ على المانوالز الدوكيومنتيشن اللي هم سبلايد بروفايدد باي ديفلوبرز اوف ذا سوفت وير. يعني اوريجينال اوثرز بتاع السوفت وير يمكن يكتبوا في مانوالز في دوكيومنتيشن السوفت وير بتاعهم وتبي تقرأ عليهم بس تحصل ريسورس اكتر فور سيرش فور وتقدر تحصل ريسورس اكتر باي انك تدور في كوميونتي بلوجز وبوست اند ديديكيت ويب سايت سكيورتي. يعني في ويب سايت في سوشيال ميديا في فورمز وفي بلوجز وفي غيره يكتبوا فيها مع سكيورتي يمكن تقرا عليهم يمكن تحصل بيت براكتس اكثر من هيك. يعني كل سيتويشن مختلف وعلى حسب انت شنو محتاج بالضبط. هذا بالنسبه للسيشن 7 اللي هي السكيورين لينكس سيستمز. بينا السيشن الثامنه هنا اللي هي على ادفانس باش سكريبتنج اخذناها المره اللي فاتت فيها كونديشنال ستيتمنتس. طبعا خدنا كوزيشن ستيتمنت شنو هما يعني زي الاف والكيس. تمام عندنا عده انواع اف هيلز اف الف ونستد اف ستيتمنت وباين كيس بروح. خدنا عده اكزامبلز عليهم اف ستيتمنت اف كونديشن ذن ونهايتها فاي دي ما نهايه عكس البدايه. خدنا عده اكزامبلز هنا كيف نكتب دخل نمبر نجرام اليوزر وكان هو fits certain condition نطبعنا هو هوري اليوزر شو صار. عندي عدة examples في دينام عندي زي اللوجن الشيء كان عندي username والpassword صح في if else statement if then بعدين else وبعدين في نهاية file. خدام على commands enter your name read name حطه في name بعدين نشوف كان النيم يقص حاجتين معينات كان عادة بيقول له حاجة كان مش هيك بيقول له حاجتين في النهاية كده فعلا F إلف S statement. يعني أنا في F وفي F حاجة تانية وفي S وفي كدير قديش مثل في F إلف تمام في النهاية فاي. في عندك example 4 فيها مجموعة إف إلف يعني إف وإلسف إلسف إلسف يعني في النهاية أنا درت إلس ودرت سكرتها بالفعل. في نسة إف عندك إف كونديشن دين دير كوماند زهما وبعدين داخل كوماند زهما في إف كونديشن دين تاني. يعني في الحالة هذه ما بنسكر الإف الداخلية قبل نسكر اللي برا. اخذنا عدة إكزامبلز ثانيات عدنا هنا كدنا فريق مبيعات وشفنا كل واحد قديش باع وقديش دار وعلى طريق الاف اس حددنا كل واحد قديش البونص بتاعه. اخذنا بعدين كيس ستيتمنت وكيس اكسبريشنز والسنتكس بتاعهم. اخذنا انك انت بتكتب الفاريبل اللي تبي تشوف الكيس بتاعه في مكان كلمه اكسبريشن بعدين باترن مون هذيك او الاي باترن هي الكيس هي شنو هي والبرنتس هذيك ثابته اللي بعدها جزء من السنتكس وزوز سيمي كولنز باش يجيو بين الباترن ونور باترن. يعني هذه فقط السنتكس بتاعها في النهايه طبعا عكس الكلمه يسال كي تسكر كان كيس. اخذنا عليها اكزامبلز كيف نفلتر عن طريق الكيس. كل كيس فيها نوع معين. اول اكزامبل هو كالكوليتر. اخذنا اكزامبل ثاني يكتب لك التقدير بتاعك لما تعطيه درجه بتاعك. اخذنا لوبس
حطينا ركزنا على الفور لوبس، هذه السنتكس نتاعها دير فور فاليو ان ليست دو، بعدها من بعد كمان تكملهم دير دان، تيجي تعطيه فايلز، تيجي تعطيه ليست وفايلز، تيجي تعطيه ليست من لينكس كوماندز، وتيجي تكتب له سي لايك سينتاكس بالفور، وخدنا عليه اكزامبلز. تيجي تاخذ دير زي سيرش في الوركينج دايركتوري بتاعك، تقرا اسامي جميع الفايلز اللي هما تكست مثلا او اي فايل ثاني على حسب شو تكتب هنا. مثلا هنا كتبت شنو هو الفايل وسكرته خلاص. طبعا كلمة دو ترفع في السطر الاول تمشي هنا ولا تمشي في السطر براحه مش مشكله. اخذنا اكزامبل واحد ثاني ريد سترينج فاليوز فور كلر ان الكلرز هنا دو تو بيكتب كلر ايكوال كلر، كلمة كلر ايكوالز الفاليو اوف ذا كلر يعني ريد او وايت او بلك او جرين. ما بدي دون عندنا اكزامبل ثالثه في نفس الاكزامبل اللي قبلها لكن حطيناه في اري اللي هي عباره عن ليست فقط سبيس سيبريتد. تمام خدينا كيف نقرو الارجمنت فاليوز. تمام خدينا الارجمنت فاليوز كلهم كليست وخشناهم طول في لوب استعملناهم كلهم. درنا سي ستايل فورمات دو بعدين دن ودنا في داخلها اف سي هنا. فقط كان هو يشوف ويعد من واحد لخمسة ويرد في ما هو ايفن وما هو اود نمبر. هنا درنا نفس فور لوب لكن فيها كاونتر ورقمت الايتمز. حاجة تانية درتها هنا انا استعملت كوماند هنا باش يعطيني ليست. تمام خلينا كيف نكتبوا ليست بروحنا كيف ناخذوها من الفايل سيستم وورك دايركتوري، خدنا كيف ناخذوها من كوماند وبناخذها من فاريبل. هذه بالنسبه لي السيشن الثامنه لاخر سيشن في الكورس. اوكي فنبي نعطيكم اساينمنت. اوكي نحطوا اساينمنت بال لينكس ليفل 2 دايركتوري هو اللي موجود في كلاود تنسموه assignment في تكست. اوكي تبان هي ولا مش واضحة البشر؟ عبارة عن اسايمنت واحدة في عدة نقاط. أول حاجة بدير داونلود وفيريفاي للشسم بتاع latest debian 12 image using the official debian website. يعني تمشي الـ official debian website بتنزل منها الايمج اللي هي الـ official debian 12 بهاي، وبتشوف الشاسم بتاعها وبتحسبها في جهازك انت وبتقارنها مع اللي في الموقع باش دير فاليديشن فيريفيكيشن للامجاه. بعدين بتنزل بدير انستليشن لديبين جنس لينكس 12 بستاندرد بارتيشننج، او كان انت تبي تدير بارتيشن معين ديره، لكن تبي تقدم الديسك انكريبشن وما تبيش تنزل قوي وما تبيش تدير اي سيرفيسز انيبل باي ديفولت. يعني كل الحاجات الفلوزر بتديرها نو، الحاجه الوحيده اللي بتديرها الانكريبشن وبارتيشننج معرفتك انت بتديرها ولا تخليها ستاندرد. اوكي تبي بعد ما تكمل الانستليشن طول بتعدل في السورسز دوت ليست بتاع الابت وتتاكد انه هو يستعمل في فري اونلي ريبوزيتوري، يعني مش هتحط له الليست اللي فيها نون فري. هذيك تفكر فيهم ولا نون فري
الليست انت عدبها بتنزله فقط للفري تمام، بتعدل السورسز ليست بتاعك بعدين بتدير ابديت وابجريد السيستم بتاعك تمام. تبي تزيد بون هارد درايف من غير الهارد درايف اللي انت قدرته للسيستم بتاعك باش تدير له بارتيشن تيبل جي بي تي، بتدير له فورمات الاكس دي 4 فورمات اوكي، بعدين بتدير بارتيشن هون بتدير له ماونت للسيستم بتاعك اندر سلاش ام ان تي سلاش فوليوم 1، بعدين تزيد ون يوزر تو ذا سيستم وتعطي اليوزر هو باسورد، بعدين بتزيد اليوزر هو الجروب اسمه فوليوم اكسس، يعني بتزيد جروب اسمه فوليوم اكسس وبتحط له اليوزر هو لها، وبعدين بتعطي الجروب هي ريد رايت اكسكيوت برميشنز اون ذا مونت فوليوم سلاش ام ان تي سلاش فوليوم 1، عشان بدنا مونت فوليوم نعطوه نديروا له تشينج اون للجروب هي، يعني بتدير الجروب هي بتحط اليوزر في الجروب هي، وبعدين تعطيها read write execute permissions على ال directory هذا، ما تبيش تعطي اليوزر جديد تسد permissions، تبي تعدل network بتاعك manually using the interface file and assign a static IP address، تبي تستعمل resolve conf file باش تعدل DNS، وتبي تزيد ال السيرفرز نتاع 1.1.1.1 هو 9.9.9.9.8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 .
تبي تدير لها ديسيبل كسيرفيس في السيستم تاعك، تبي تخليه يستعمل فقط كي اوثنتيكيشن، تبي دير كونفيجريشن لاول سكيورتي بيست براكتس نتاع الاستشن دينامو، وتبي تخلي فقط اليوزر الجديد هو الوحيد اللي يقدر يخش على السيستم هو بالستش، يعني بيستعمل الاو يوزر ستاندرد، وتبي تغير الستش بورت بيستعمل واحد برا من النون بورتس اللي هم من 0 ل 1023، تبي تدير له انيبل اوبن سيرفر بعد ما تكمل الكونفيجريشن تاعك، تبي تدير تنزل يو اف دبليو فايروال سيرفرز للسيستم تاعك، تبي تخلي اليو اف دبليو يخدم فقط الستش كونكشنز من البورتس اللي هم كونفيجر في الستش سيتنجز، وما يخليش اي حاجه تانية يجي اي انكم ترافيك بيدير له دروب، الحاجه الوحيده اللي مش هيدير له دروب هي اللي جايه للستش بورت اللي انا غيرته اللي هو برا من نون بورتس، يعني مش 22، وتبي تخليه يدير على كل اوت جوين كونكشنز يعني في الديفولت بوليسي بتاعك، وتبي تسكر يو اس بي ستورج على السيستم تاعك وتجرب تاكد ان هي تسكر، تبي تستعمل السيستم مونيتورنج تولز بتشيك السيستم تاعك وتاكد ان كل شيء يخدم بالضبط زي ما درت لك كونفيجريشن بالضبط من جميع النواحي، يعني بتشوف المونت ذا سيستمز الستورجز والفايروول والاس اس سيتنجز بتاكد منهم وغيرها من حاجات انا متوه، تبي دير مونت لل ام ان تي فوليوم 1 بارتيشن بسيستم ثاني عن طريق الاس اتش اف اس واليوزر اكاونت اللي زدناها توه، تمام. حاجه ثانيه نقدر نزيدها انك انت عندك كيف تدير سيستم ثاني مع السيستم هو تدير انفس سيرفر في السيرفر هو ودير هذاك انفس كلاينت وتغير في اليو اف دبليو في الفاير وول باش تسمح للكلاينت بتاع الانفس يتصل بالسيرفر نتاعه عن طريق الاي بي ادرس نتاعه على اي بورت، يعني تسمح بالنسبه للاي بي ادرس معين فقط بديرها في ترستد نتورك ديال كاتبي، غير كي ما فيش حاجه ثانيه بدير، هذا هو هنا يعني طبعا ما فيش اي حاجه لها علاقه بسكريبتنج ولا بال بالجنوم والجوي ولا بالتكست مانيبيوليشن، تمام. حاجه ثلاثه هي ما درناهمش في الاساينمنت، لكن انت سامي انت هيك قدرتها باذن الله، كان ما عندكش اي مشكله امورك تمام في كورسات عمان، نكمل الكورس الجاي كان لقيت اي مشكله تقدر ترسلني هنا عن طريق الايميل ولا عن طريق الواتساب ولا عن طريق اليوتيوب ولا ليكي ولا المره الجايه نتلاقوا فيها يعني السيشن اللي بعدها وتكتب مثلا نوتس تبي تمام. هذه حتلقاها في السيرفر هنا لما تجي تخش حتلقاها سايمن دوت اكس تي تغيير اسم مديرة شكرا.
كابيتال اسم فشي خواهر أسايمن دوت إكس بي تخش على لينك دير بانسل بتاع لينك يطلع لك أسايمن دوت إكس بي أو في الأسايمن هذا بيت حلوها بحسب المجال حلوها ده بقبل لا حد ايه حد بيقول حد ان شاء الله.